اهلا بيكم معانا في حلقه جديده. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفات وهنتكلم في معلومات ومعانا ضيوف كتير ان شاء الله. اول حاجه هنعملها النهارده هو انواع الشربات المناسبه سواء للناس اللي عايزه تخس او للناس اللي عايزه تشبع او للناس اللي ايه اللي عايزه تزيد في الوزن. يعني معانا ثلاث انواع من الشربات مختلفين حسب ما انتوا تحبوا بقى علشان ايه تختاروا منها ان شاء الله ويكونوا معاكم. زي ما قلت احنا مهم جدا على دخلت الشتاء وفي الشتاء يكون معانا الشربات علشان الوزن ده مشكله كبيره جدا اليومين دول. زي ما قلنا دايما على دخلت الشتاء الجسم بيبقى عايز يحوش دهون اكتر عشان يعرف انه يحمي نفسه من برد الشتاء. وفي الشتاء نفسه بنبقى جعانين طول الوقت فلازم يكون معانا حاجه تسند. عندنا بعد كده هنكمل مسابقه احلى اكله، هيكون معانا ضيفه وهتعمل مكرونه بالجمبري ان شاء الله، وهيكون معانا كمان فقره اكسسوار وهي كمان من ابطال محاربي السرطان ان شاء الله. هتكون معانا باشكال من الاكسسوارز، حاجات بتعملها وصور ان شاء الله تنبسطوا معانا. وهيكون معانا كمان العاب تفاعليه اللي هي المونتسوري، نظام معين بيعلموه للاطفال ازاي يستوعبوا ويتعلموا بشكل مختلف، بيكون حسي اكتر ونظري، فان شاء الله نتعلم ده اكتر مع بعض للامهات اللي بتحب دايما تعرف تفيد ولادها بالعاب مختلفه. طيب انا هتكلم دلوقتي عن موضوع هيهمكم وهو اسباب ثبات الوزن بشكل مفاجئ. احنا كتير بيحصل وبنلاقي نفسنا على الميزان الوزن واقف، ايه السبب؟ ليه احنا وزننا واقف ومش بينزل؟ هقول لكم الاسباب بشكل عام وانتوا تقدروا تحددوا المشكله بتاعتكم فين، فعشان كده مهم انكم تبقوا فاهمين ايه منهم عشان كل حاجه ليها سببها وبيبقى بسيط قوي، مجرد ما بنعرف خلاص الموضوع بيتحل. فيا ريت تكتبوا معايا علشان تشوفوا انتوا اني نقطه فيهم. طيب اول حاجه احتباس الميه. اوقات كتير بنلاقي ان احنا مش واخدين بالنا بس بناكل حاجات بتساعد على احتباس الميه، زي مش بس الملح، وده اول حاجه هتيجي على بالكم ان الملح هو اللي خلى زياده الوزن بسبب الميه، بسبب الملح، زي مثلا ان احنا بناكل ملح كتير او ان احنا بناكل مخللات او الكلام ده كله. لا مش بس، احنا ممكن زياده الميه في الجسم بسبب النشويات، لما بنزود اكل النشويات والسكريات بتعمل احتباس في الميه في الجسم. ايه كمان؟ الادويه، في ادويه معينه بتسبب احتباس ميه في الجسم، فلازم نركز هل انا باكل نشويات كتير سكريات كتير ولا لا. لو احنا مراعيين كميه النشويات وكميه الملح طبعا والادويه اللي احنا بناخدها هنعرف اذا كان ايه المشكله احتباس ميه ولا لا. دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا كسور الغده الدرقيه والهرمونات بشكل عام في الجسم. الغده الدرقيه بتشتغل بشكل معين بكفاءه معينه وبتكون في مستوى معين في الحرق، مع حاجات معينه او ظروف معينه بنلاقي الحرق اتغير، زي مثلا حمل ولاده ممكن ياثر جدا على الغده، ممكن ستريس مفاجئ والضغط عصبي مفاجئ يسبب ان الغده برده ما تشتغلش خلاص بكفاءه، ففي حاجات معينه فجاه بتاثر على الغده وهي المسؤوله عن الحرق. فلازم نعمل كشف دوري علشان لو لقينا مثلا ان احنا في الفتره دي لا خلاص ما بقيش نحرق بقالنا فتره، مع ان احنا كمان مش بناكل كتير ومش بنجوع قوي بس بنزيد في الوزن خمول بشكل مستمر، يبقى ساعتها في مشكله غده وامساك كمان. دي من العلامات اللي هي بتسبب او بتبين ان الغده مش شغاله بكفاءه. تمام. عندنا كمان تكيسات المبايض اللي هو البي سي او، ده سببه بيبقى قصة ان النشويات والانسولين، الانسولين المفروض بيساعد على ان النشويات تروح للخلايا وتتحرق، فما بيحصلش ده بشكل كفاية، فبالتالي الواحد بيزيد في الوزن، فبرضو ده بيساعد جدا على ان الواحد يزيد في الوزن. السهل بقى او العلاج بتاعه قصدي سهل جدا مش صعب خالص، بناخد مادة الميتفورمين، بس ده بنرجع طبعا للطبيب علشان يدينا الجرعات المظبوطة. لقوا ان الميتفورمين بيساعد جدا على ضبط المشكلة دي وبيقلل البي سي او في الجسم. تمام. طيب عندنا ايه كمان؟ الاجهاد الشديد، الستريس. الستريس دايما بيخلي الجسم بيعلي جدا من هرمون الكورتيزول والادرينالين بشكل جامد، فبيخلي الجسم
ما بيحرقش بكفاءه. علو الستريس او الستريس بشكل مستمر بيخلي الجسم ما بيحرقش بكفاءه، تمام؟ فده مهم جدا. عليهم عدم النوم، وناس كتير جدا بتنام قليل او بتنام متاخر قوي، ده بيسبب ان الجسم ما يحرقش تقريبا. ليه بقى؟ لان احنا عندنا سبحان الله في حاجه اسمها الجروث هرمون. الجروث هرمون ده اللي هو هرمون النمو، بيشتغل بكفاءه في مواعيد معينه. الهرمون ده لما بيبقى عالي في الجسم بيساعد جدا على الحرق، وبيساعد على تجديد الخلايا والشباب الدائم. بيشتغل امتى الهرمون ده؟ بيشتغل بكفاءه جدا من بعد 10 11 لغايه الساعه 1 2 بالليل. عشان كده ينصح ان الواحد ينام على معده فاضيه قبل الساعة 10 11 عشان يدي فرصة للجروث هرمون ده يشتغل بكفاءة. في الحالة دي بنحرق كويس جدا، لكن للأسف احنا بننام دايما متأخر، دايما بنتعشى، فبنبوظ الدنيا دي كلها، تمام؟ ايه كمان؟ الصبح نحاول ان احنا ما نفطرش على طول، يعني نشرب كوبايتين المية زي ما بوصي دايما، بعد كده كوباية مية دافية، بعدها بشوية كوباية مية دافية عليها معلقة صغيرة من العسل مش أكتر من كده، وبعد كده شويه وبعدين نفطر. وفطار يا ريت دايما النشويات تكون قليله مش كتيره، لان كل ما قللنا النشويات كل ما بندي فرصه للجروث هرمون انه يشتغل بكفاءه ويساعد على الحرق. هو بيساعد على الحرق وبيساعد على زي ما قلت تجديد الخلايا في الجسم، وبيساعد على الشباب الدائم، فحاجه كده ممتازه ممتازه. بيجي بس لو الانسولين مش عالي، يعني لو الانسولين عالي بسبب اكلنا للسكريات والنشويات هنلاقي ان الجروث هرمون بيتاثر ما بيطلعش، يا اما ده فوق يا اما ده فوق، بس الاثنين مع بعض ما بينفعش يبقوا فوق. خلاص يبقى نقلل من النشويات وننام بدري يا ريت على قد ما نقدر، تمام؟ طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا طبعا سوء التغذيه. سوء التغذيه لو احنا مثلا بناكل سكريات كتير، بناكل دي ابيض كتير، كل ده بيوقف معانا الحرق. ما بناخدش بالنا اوقات في حاجات كتير، وبنلاقي مثلا يعني مثلا بناكل كاتشب. الكاتشب فيه سكر كتير قوي مستخبي مش باين، فبالتالي بيأثر على الحرق. معلقة سكر بتأثر على الحرق لمدة ساعتين في الجسم، تمام؟ وبتمنع ان الواحد يعرف يخس لمدة ساعتين. فتخيلوا انتوا بقى لما كل شوية تاخدوا سكر، او في حاجة مش واخدين بالكم زي مثلا عيش فينو او حتى عيش بلدي او اي عيش او اي انواع دقيق ابيض او قمح او سكر بأي شكل، شاي بقى بمعلقة سكر، أو كل شوية مثلا أي مشروب بمعلقة سكر واحنا مش حاسين، هتلاقوا إنكم على طول مش بتحرقوا، تمام؟ طيب عندنا إيه كمان؟ نقص الفيتامينز والمينرالز مهمة جدا في الجسم، زي مثلا فيتامين دي. لو دي ناقص بيخلي الواحد خملان، كسلان، مش قادر يتحرك، ما بيحرقش، وحاجات كتيره جدا جدا. طبعا بي فيتامين كومبلكس برضو، وتشكيله كبيره من الفيتامينز، فمهم جدا ان احنا ناخد سبلمنت فيتامينز قرص نص الصبح ونص بالليل، مالتي فيتامين بيساعد جدا على رفع الحرق. برضو عندنا بعض الادويه زي ما قلت بتسبب برضو وقف الحرق، الحاجات اللي هي بتعالج الاكتئاب او الحاجات اللي فيها كورتيزول. ونخلي بالنا من الاكل بالليل، لان الاكل بالليل زي ما قلت بيوقف الحرق. ويا ريت برضو في حاجه يمكن مش ناس كتير تعرفها، الرياضه تكون بشكل يعني معتدل، اللي هو 3 ايام لاربع ايام في الاسبوع نمد مثلا، نعمل رياضه المشي السريع المد، تمام؟ مش نجري، لان لما احنا بنخش في رياضه عنيفه على الجسم، الجسم ما بيحرقش دون ساعتها، لا بالعكس ما بيحرقش وبيعمل العكس تماما. فاحنا دايما نعمل رياضه معتدله متوسطه تساعد على الحرق. بس كده احنا اتكلمنا تقريبا عن معظم النقط المهمه. هنروح بقى الفاصل، نرجع نعمل مع بعض الشربات الاساسيه للشتاء.
دي تتضرب تبقى كريمي، تمام؟ عامله زي، عارفين سلطه الحمص اللي احنا بناكلها الحلوه دي اللي بتبقى فيها الطحينه، بتبقى شبهها كده بس على طعم شوربه، بتبقى لذيذه جدا، مختلفه. تمام، بنظبط ملح وفلفل لو احتاجنا، علشان احنا طبعا المفروض ان احنا حاطين مرقه ففيها ملح بتاعها. هي كده جاهزه، مفيش غير الليمون اللي هنحطه في الاخر. نروح للشوربه اللي بعدها. للشوربه اللي بعدها معانا اللي هي شوربه الحارقه، معانا ومن اجمل الشوربات بجد، يعني للي بيحب الجبنه الريكفور والبروكلي هيحبها جدا. نص كيلو بروكلي، كوبايه جبنه كريمي اللي هي كريم تشيز لايت، ومعلقه كبيره جبنه بلو تشيز اللي هي الريكفور، وميه او مرقه خاليه الدسم، وملح وفلفل اسود. طبعا كميه البروكلي انتوا ممكن تزودوا، يبقى كيلو بروكلي مش بس نص كيلو، لا كيلو، تبقى شوربه جميله جدا جدا جدا، فعلا مشبعه كده وجميله. يعني هنحط معانا اول حاجه، بحط المرقه او الميه، بحط كله على بعض واسيبه يتغلي بسهوله قوي. تمام، انا محتاجه ميه يا جماعه، لان المرقه اللي معايا هتكفي بقى للشوربه اللي بعدها، فنزود بقى ميه هنا علشان ايه، او مرقه زي ما تحبي يعني. تمام، عشان زي ما تبقوا حاطين لي ميه ورا فمش لاقيه. نحط بقى الريكفور، بيبقى حته بس، يعني مش حته كبيره، شايفين؟ يعني حته كده قد معلقه كبيره. وبحط عليها كمان الجبنه الكريميه اللي معايا، تمام؟ اللي هي اللايت. الافضل تحطوا كيلو بروكلي على الكميه دي، كيلو مش نص، هيكون احسن. تمام، نزود بقى بالمرقه، لازم نغطيها تقريبا، وبعد كده بتتضرب. هي كده على النار زي ما هي، تغلي تتضرب بس كده. نظبط بملح وفلفل وخلاص، مش محتاجه بقى يعني اي حاجه، وبيبقى طعمها فظيع وبتخلص في ثواني، ما بتاخدش وقت خالص. هنقل بس شويه حاجات لورا عشان اعرف اشتغل. تمام، نخش بقى على الشوربه الثالثه معانا، شوربه الفراخ والذره بالكريمه للنحاف بقى. اي حاجه فيها نشويات مع دسم بتبقى هايله لزياده الوزن. طبعا انا كمان بهتم بصحه النحاف، لازم يبقوا ياخدوا الحاجات الغذائيه المهمه ليهم، مش بس ان هم يزيدوا وزنا. تمام، يبقى معانا ربع كيلو فراخ مكعبات، سواء مستويه او مش مستويه بنسويها على النار الاول، معلقه زبده، كوبايه من البطاطس مكعبات الصغيره، ويا ريت تكون مستويه معانا، لو مش مستويه بقى هنديها فرصه تستوي على النار برضو مع الفراخ اللي ما كانتش مستويه. انا المره دي كله مستوي معايا. ومعانا بصله مفرومه متشوحه، وكوبايه او اكتر ذره حلوه، وبصل اخضر حلقات صغيره، وثلاث كوبايات مرقه. طبعا لا، مرقه بقى مش منزوعه الدسم، مرقه عادي مش منزوعه الدسم، هنظبط دي بس يا ياسمين. وكوبايه كريمه لباني لان احنا عايزين نزود الدسم، وملح وفلفل. احنا هنا هدفنا تزويد، زياده الايه، الدسم اللي معانا مش نقلل.
خالص بنحطها البصل الاخضر، ده اخر حاجه خالص. بعد هو طبعا كله مستوي معايا هنا اصلا، بحطه بيدي طعم بقى يجنن للشوربه دي. للناس اللي عايزاها بقى ما تكونش بتزود الوزن، تشيل منها البطاطس والذره ويتحط مكانها مشروم، ومكان الكريمه كامل الدسم لا هنحط لبن خالي الدسم بمعلقه من النشا.
الوقت يعني مفيدة وبتخن، بتزود الوزن. تمام، حلو قوي، نحطها بقى هنا. دي للي عايز يحط معاها ليمون ينفع، مفيش مشكلة. مش قادرة اوصف لكم على الروايح بجد يعني، والله بجد اوقات كتير الواحد ممكن يخرج ويطلب شوربة وسلطة بس. ليه تطلبوا مين ديش؟ مش لازم يعني، فعلا مش لازم. شوربة وسلطة بتبقى كافية بزيادة يعني. جمال، بس كده. بتمنى يا رب اكون فدتكوا بالوصفات اللذيذة دي المفيدة والصحية ومناسبة، سواء بقى كشبع كدايت كالناس اللي عايزة تتخن، كله موجود. جربوها وقولوا لي رأيكم. هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض بقية فقراتنا. اهلا بيكم معانا من الفاصل. دلوقتي بقى هنكمل مسابقه احلى اكله، ومعانا النهارده الاستاذه ولاء احمد. اهلا بيكي. اهلا بيكي، منوراني. ميرسي لذوقك. انت هتطبخي لنا ايه النهارده بقى؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مكرونه سباجيتي بالجمبري وصوص الطماطم. ده شغل عالي جدا جدا. ان شاء الله يا رب تعجبك. من الحاجات الناس بتحبها قوي. اكيد. طيب قولي لنا بقى ايه المقادير، يلا بينا. يلا، احنا معانا هنا مقاديرنا. معايا نص كيلو جمبري وسط متقشر، والجمبري اللي متواجد عندي يعني مش هتفرق. تمام. معايا نص سباجيتي احنا سالقينه وحطينا عليه شويه زيت كده بس عشان ايه ما تمسكش في بعضها عبال ما نخلص. ايوه. عندي لتر طماطم. عندي فلفل احمر ضروري قوي طالما بستعمل طماطم. انا كبالنسبه لي طالما بعمل طماطم المكرونه بحط فيها فلفل احمر وتوم. تمام، ده اساسي. عندي الاربع فصوص توم، عندي زيت زيتون، عندي عصير ليمون، عندي ملح، كمون، فلفل اسمر، وطبعا عشان انا بحبها سبايسي فبحب الفلفل الحار. تمام، دي مقادير. نبتدي نشتغل. يلا بينا. هتبتدي اول حاجه ايه؟ وانتوا ركزوا بقى علشان انتوا اللي هتختاروا مين اللي كسبان الشهر ده. الله. ماشي؟ ان شاء الله. انا كفايه ان انا شفتك. الله يخليك يا حبيبتي. ايه، عندي وك على النار هحط فيه مش كتير كده، معلقه، وهنا برضو انا بس عشان الوقت. تمام. انزل زيت الزيتون كده، هحط هنا فصين ثوم، هاخد نص الكميه كده. قولي لي بقى انت ام صح؟ مخلفه كام؟ قولي لي. عندي ثلاث اولاد. ثلاث اولاد؟ بنتين ولد. تمام، عندهم قد ايه بيشتغلوا او؟ عندي هاجر اخر سنه في الجامعه. ما شاء الله. عندي عمر في ثانيه برضو في الجامعه. تمام. عندي زينب ثانيه ثانوي اخر سنه. ثانيه ثانوي. لا انا قصدي في جامعه ايه ومدرسه ايه بيشتغلوا ايه؟ السؤال ده. حبيبتي ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يبارك في عمرك. عندي هاجر كبيره تربيه ذوي اعاقات، عندي عمر هندسه، عندي زينب بقى زي ما قلنا. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا يمكن اللي خلاني سالت كده هو حنه بنتك، حنه بنتك واتجوزت، وده كان ليه تاثير عليكي. ده حقيقي. صح؟ حقيقي. احنا ابتدينا من اليوم ده، انا دايما كل صحابي وحبايبي واهلي بيشكروا قوي في اكلي، بس عادي دايما انت بتعرف ان الناس تقول لك اكلك حلو اكلك حلو، لكن ان حد يجي يصر بقى. كنت عامله لهم اوبن بوفيه وعامله حوالي عزمه 50 فرد، ف
فقالوا لي لا مش ممكن، وكله بقى اللي قاعد في المجلس يقول لا مش ممكن يكون الاكل ده اتعمل في البيت. ما شاء الله. من هنا بدات يعني ايه الفكره ان انا احس ان انا اكل حلو. الاصناف طيب؟ ايه؟ الاصناف اللي عملتيها تقريبا؟ اه كنت عامله ستيك، وكنت عامله مكرونه بشاميل، وكنت عامله رز بالخلطه، وكنت عامله كفته. ما شاء الله. وكنت عامله كفته رز. تمام. وسلطات. مش فاكره بس غالبا كان كده يعني المنيو كان كده. تسلم ايدك، اتاكدي بس البوتاجاز شغال. انا مش عارفه، انا حاسه ان هو مش شغال. لا شغال. منور معاكي؟ لا 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 شغال. علي بقى شويه، خليه لغايه 9. ايوه اعملي على البلس لغايه ما يبقى ال 9 بالظبط. نعلي برضو هنا. تمام. طيب وبعد كده في الحنه دي بقى الناس كانوا مبهورين باكلك. بالظبط كده. بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده طبعا بنوتي اتجوزت، هي كبيره، اخوها سافر على طول يكمل تعليمه، البيت فضي اللي هي في ثانيه ثانوي بقى مشغوله بدراستها و... حبيبتي. فبالتالي البيت فضي، حصل لي زي اكتئاب. طبعا انا حسيت اكتئاب يعني كان قاسي عليا. هننزل هنا طيب دلوقتي بعصير الطماطم، هم عصرينه بس انا حابه اعصر مع الفلفل وفصين ثوم، فعشان كده هعيد عصيره تاني. تمام. بسم الله. ممكن ناخدهمش كلهم بس من هنا بقى بدات حكايتي. اولادي قالوا لي لا يا ماما انت كده هتتعبي، تعبتي جدا وحصل لي اكتئاب حقيقي. قالوا لي علشان سافرت. ما خلاص بقى البيت بقى كان مليان بالحيويه، فضي فضي خالص. دايما البنات ليها حس كده. آه طيب وانت عندك بنت تانيه صح؟ عندي. هاديه ولا ايه؟ لا مش هاديه خالص، هي حبيبتي وكل حاجه بس هي ايه عصبيه شويه. هننزل. بالعكس يعني عامله حس برضه اهو. عامله حس بس هي بقى مشغوله واخده الوقت اكتر مع اصحابها. عشان كده. انت عارفه بقى السن ده. عشان هي لسه صغنونه، فايه السن ده دايما بيبقى مشغول باصحابه اكتر. انا مش عايزه التومه تحمر، انا بس عايزه ريحتها تطلع. تمام. هنزل بالجمبري، الجمبري طبعا مش بياخد وقت خالص. مجرد ما هيغير لونه هنشيله. انت خريجه تجاره؟ نعم. خريجة تجارة؟ اه خريجة تجارة. واشتغلتي بال لا والله بس ايه يعني اخويا عنده شركة فنزلت معاه كده فترة من الوقت يعني. اشتغلتي شوية؟ اه. تمام. طب كده. ايوه صح كده. هننزل بيها بقى في حلة. وبعدين ما لقيتيش نفسك بقى في الشغل؟ لا لا انا بصراحه بيوته شويه يعني، بحب اقعد في البيت. مع انك قلتي لي انت برج ايه؟ الاسد. ما اعرفش ليه بيقولوا لي كده. الاسد مش بيتوتي خالص. لا انا يعني مش بنزل من البيت خالص يعني، انا بيتحايلوا عليا عشان اخرج. سبحان الله بجد. خالص خالص. لا انت اكيد متضايقه على يعني برج تاني يعني، انت بدايته مثلا او في نهايته؟ اتولدت في وقت بقى. انا حاسه لا انه في بدايته يعني، ممكن تكوني متضايقه على سرطان. لا لا انا خمسه، خمسه تمانيه. خمسه تمانيه ده في النص بالظبط. سبحان الله. بس احنا مش عايزين دي تاني خلاص. اعرف دايما الاسد كده دايما حامي لازم يشتغل. لا هو انا حاميه بس ما بنزلش من البيت. تمام. عصبيه بيقولوا ان انا طيبه، مش عارفه بقى ده حقيقي ولا لا. طيب جدا طبعا الاسد طيب جدا، بس دايما بيحب شغله وبيعنده الكرامه وعزه النفس عاليين جدا يعني حقيقي. ما ينفعش ان حد يأذيه في كرامته او في عزه نفسه. لا دي حقيقه، دي حقيقه صح. ولازم ويحب قوي اللي يقدره كده ويقول كلام حلو عنه. لا عشان ما نهدرش، دي خطوه مهمه. تمام نركز بقى، هسيبكم تركزوا. احنا حطينا اول حاجه التومه على النار وعليها الجمبري. عليها الجمبري، ما حطيناش اكتر من كده. تمام. انا هشيلها دلوقتي عشان على جنب. مش عايزاه اكتر من كده. تمام. الجمبري، الجمبري لو قعد كتير على النار ايوه بيبتدي ينشف معايا. بيعض كده. هحط فلفل اسمر. وهنا الصلصه مع الفلفل الاحمر ضربته. وبرده حطيتي تومه في الاول صح كده؟ التومه النيه برده بتفرق قوي، عشان ممكن ناس تقول ايه انت حاطه هنا توم ومشوحاه. لا بس هي التومه النيه بتفرق قوي في الاكل. النيه عن اللي متشوح قوي.
انا قلت دايما بيدي ده بيدي طعم وده بيدي طعم، عشان كده اوقات الواحد بيحط نص ونص. ايوه نص ونص. اكتر اكله بتحبي تطبخيها ايه؟ هي الوصفه دي حسيت برضه باين عليها وانت بتطبخها كده مبسوطه. اول اكله عملتها وليها جمهور عندي بجد، احكي لنا بقى. والله اول اكله عمر ابني قال لي ماما انت لازم تفتحي مطعم وتسميه مكرونه بالجمبري، وما تقدميش في اي حاجه غير المكرونه بالجمبري. ياه للدرجه دي بقى؟ ركزوا يا جماعه في الوصفه قوي. وفعلا انا مشيت يعني في الموضوع شويه، وبعدين ايه خفت من المسؤوليه بصراحه. صعبه قوي المسؤوليه، خفت من المسؤوليه قوي، صعبه جدا. فبناء عليها انا ما حطيتش ملح، احط بناء عليها بقى اترددت وسكت. لكن ليه بقى قال لي كده؟ هو لما بينزل انا عايزه اوطي النار. بس ممكن غطى هتلاقيه وراكي. انت ممكن توطي برده شويه بقى، بما ان في صلصه يبقى نوطيها. تمام. قولي لي بقى انت فخفتي تخشي في المسؤوليه دي، ففضلتي انك تعملي صفحه على يوتيوب؟ بالظبط كده. تمام. بيروح المطاعم، ومطعم معروف جدا بيقدم المكرونه بالجمبري برده صوص احمر، بس مش بالطعم ده. بقى يجيب صحابه البيت يقول لهم انا عايزه ادوقكم المكرونه بتاعت ماما. فبصراحه كله صحابه. شكلها الفلفله كده ليها تاثير. الفلفله الحمراء اللي اتحطت. الفلفله دي بقى صغيره. بس من هنا دي يعني كانت الموضوع، والحمد لله يعني الحمد لله. اراد ربنا ان انا اعملها عشان اقابلك. والله ده انا ليا الشرف كده. سعيده بيكي جدا. هنزل خلاص، انا مش محتاجاها اكتر من كده. هنزل بقى دي هيك حط خليطنا كله مع بعضه. بس كده. بتكوني سايبه بقى الطماطم تتسبك فتره قد ايه؟ مش كتير. هي الطماطم طالما يعني عملت الفقاقيع اللي بهدلتنا دي هي كده خلاص. احنا كده مش محتاجين اكتر من كده. كده لابسه النهارده ايه؟ مزركش على احمر عشان ما يبانش بقى ايه لما حاجه تيجي عليها ما تبانش. هنزل بقى فيها ايه؟ لا معلش نسيت حاجه. هنحط الفلفله دي، دي الناس اللي بتحب سبايسي، وانا عاشقه الفلفل الهالوبينو. هنشيلها من على النار علشان النار عندي حاميه. تمام. فهي لسه. طيب انت ليكي في الحادق اكتر ولا الحلو؟ لا انا حادق. حادق. انا حتى تمام. في الاكل ماليش. بس اوقات الواحد بيبقى ليه في وصفه معينه في الحادق، بس لا برضه ليه في الحلو مثلا. لا 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 شويه يعني ايه الكيكات الحاجات اللي بيطلبوها ولادي دي اللي هي الطبيعيه. تمام. هنزل هنا. اخر حاجه بتحط بقى المكرونه قبل التقديم على طول ولا ايه؟ في حاجه ناقصه شكلها كده في حاجه. ايوه في معايا عصره ليمون بتفرق. تمام. دي بتفرق او بس بحطها اخر حاجه، نزلت من على النار خلاص وهديت. اديها بقى كده ايه عصره ليمونه. هي دي التكه كمان مع دي الفلفل. دي بتفرق قوي. لا تسلم ايدك. ننزل بقى. انت عارفه لو الشعب كله، لو العالم كله عرف وصفتك وعملتي مطعم بنفس الوصفه، لو رزقك فيه عالي هيجي لك زي ما هو. ولا بيفرق والله ان الناس تعرف الاسرار. ان شاء الله. لا ده انا قلت لهم بقى كل حاجه. لا تسلم ايدك بجد. تسلم. ميرسي لذوقك. لا هي فعلا بتبقى حلوه وخفيفه وسهله، وممكن البنات الصغيره يعملوها وبتبقى سهله بقى. الولاد بيجوا من المدرسه دايما بيبقوا محتاجين ايه؟ يتغدوا حاجه خفيفه قبل ما يجي بابا للشغل، عشان احنا بابا بيجي الساعه 7، فبنوتي تبقى محتاجه تاكل حاجه كده صغيره وبعدين تاكل معاه. بالظبط. فدي من الاكلات اللي ممكن اعملها لاولادي وهم راجعين من الجامعات من المدارس قبل الغداء الرئيسي يعني. تسلم ايدك بجد. انت نورتيني. ميرسي. ناقص بس نغرف ان شاء الله. نوسع كده. وقولي لي انت بتتمني تعملي ايه بقى؟ ان شاء الله ان شاء الله المرحله الجايه بامر الله هعمل المطعم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ربنا معايا. دي يعني بصي في المساكات، المساكات ياسمين قالت لك عليها الرز، حطها فين ياسمين؟ مش مشكله احنا هنتصرف. طيب لا. بصي او وراكي في الدرج في جوانتيين لو محتاج. ايوه لا اللي جنبه، اللي جنبه بقى هو ده هتلاقي فيه دور. بصي احنا دايما في البيت. أيوة. حتى يعني مش مشكله احنا بنقف في مواقف في كل حته يعني،
فعادي مفيش مشكلة الواحد يقع في موكب. بسم الله. شوفوا بقى وهي بتغرف. تسلم ايدك. اظن السباجيتي بيخلي دايما المية تجري في البق كده، منظره لوحده كده يعني. بس بقى انا بحس ان هي ما بتبقاش محتاجة تتجربش، ولا احط عليها بقدونس، ولا احط اي حاجة. انا بحس ان هي شكلها كده. اه انتي بتحطي كمان صلصة كتير كده حلوة جميلة. حطي بقى شوية كابر كده عليها. كيبرز بجد بيدي طعم بقى. ايه كيفرز دي؟ بتتحط دايما على الحاجات البحريه وبتدي مزجة مززه شويه حقيقي. تسلم ايدك بجد. يا رب وصفتي تعجبكم واكون ضيفه خفيفه عليكم. انت نورتيني. انت بس حطي الطبق قدام مع ال... ايوه هناك في التقديم. نورتيني بجد وتسلم ايدك. حابه تقولي اي حاجه قبل ما نختم؟ لا انا سعيده جدا اني قابلتك. وانا جدا ليكم. شكرا ان شاء الله. ايوه اكون من الفائزين ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. ان شاء الله. انتوا طبعا هتقرروا مين اللي هيفوز الشهر ده في مسابقه احلى اكله اللي دايما معانا ان شاء الله. انتي نورتيني وبشكرك جدا. شكرا يا حبيبتي. وشكرا على انك طلعتي اسرارك كمان. ميرسي قوي. ربنا يخليكي. شكرا يا حبيبتي. بالتوفيق ان شاء الله. بتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم. انا بصراحه سعيده بيها جدا، وسعيده بيها لان هي ما بخلتش بجد باسرارها. بس كده هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم. فقرة دلوقتي هنتكلم فيها عن الانتباه والتركيز عند الاطفال. في اسلوب معين وطريقة معينة تعليمية بتساعد الاطفال على الانتباه والتركيز بشكل افضل، وهو اسمه المونتيسوري، وهنفهمه دلوقتي اكتر. معانا الاستاذة منى كمال، وهي مصممة كتب تفاعلية ووسائل تعليمية على نهج المونتيسوري. اهلا بيكي منوراني. اهلا بيكي يا سيدي. انت دايما بتقدمي العاب معينة ومميزة جدا بتساعد الاطفال على انها تعرف تركز وتنتبه احسن. دايما بحاول اساعد الامهات ان هي تعمل انشطة من البيت علشان ننمي مهارات الاطفال. احكي لنا يعني ايه سريعا كده المونتيسوري. المونتيسوري هو منهج تعليمي وتربوي اكتشفته او هي قدمته ماريا مونتيسوري. المنهج ده كان ليه ادوات معروفه اسمها ادوات المونتيسوري. دي ادوات ماريا مونتيسوري صممتها عشان خاطر الاطفال. كل اداه كانت بتنمي مهاره معينه. بس الادوات دي معروفه ان هي بتبقى مصنوعه من الخشب، اوقات بتبقى غاليه. فاحنا النهارده هنعمل العاب مستوحاه من نظام المونتيسوري، لكن من خامات موجوده من البيت. برضو هي هتكون العاب للمرح لكن ليها هدف تعليمي، وكمان هننمي مهارات الاطفال. هنقدم النهارده انشطه الطفل هيتعلم منها معلومات ومهارات تعليميه دايما بتبقى مطلوبه منه في اختبارات دخول المدرسه. طيب يلا بينا. هتورينا شويه العاب معينه؟ يلا بينا. اول حاجه ان احنا هنستخدم الكرتون، طبعا هو موجود عندنا كلنا. كمان هنستخدم الوان، مقص، ممكن كمان المسطره. اللي انا هقوله ده دلوقتي موجود في المكتبات، اللي هي الستيكس ديت والمكعبات طبعا، وفي كمان المشابك الصغيره الملونه. ده كمان نوع من الكرتون بس اسمه أناسيبيان، بيبقى كرتون لونه ابيض وقص ولزق. تمام. هنبتدي اوريكم الانشطه. ده اول نشاط بنرسم بيه. شايفين الكوبايه هنا؟ سهله جدا ان احنا ننفذها. هوريكم ان احنا هنرسم بس اول دايره، بتبقى الموضوع بسيط جدا. بس بنرسم نص دايره بالقلم الالوان، وبنبتدي نعمل الوان كتير من الدوائر دي زي ما انا نفذها هنا. ايوه علشان الطفل يتعرف على الالوان واسماء كل لون. كمان هنستخدم النشاط دوت في ان احنا هنطابق اللون باللون. فهنستخدم المشابك. بنستخدم مشابك ليه؟ المشابك هنا بنقوي عضلات ايده
الدقيقه اللي هي بتساعده على الكتابه فيما بعد بشكل احسن. ده من سن كام بقى؟ ده من سن سنتين او ثلاث سنين نبتدي نتعامل معاه بالنشاط دوت، وهيبتدي بقى هو يطابق اللون باللون زي ما احنا شايفين الصوره على الشاشه. ده بالظبط اللي هي بتشرحه دلوقتي. طبعا هو وهو بيلعب بننمي عنده مهاره التركيز والانتباه، بنقوي عضلات ايده، بيتعرف على اسماء الالوان، بيستوعب طبعا المعلومه بشكل اسهل لما يبقى في شكل نشاط تفاعلي. حلو. هنا عشان نتعلم تطابق الالوان كمان، هنا في نشاط سهل جدا ان احنا هنرسم الاشكال الهندسيه علشان الطفل يتعرف على الاشكال الهندسيه، بتبقى مطلوبه منه جدا طبعا في الاختبارات بتاعه دخول المدرسه. الموضوع سهل جدا برضو الكرتون، وهنرسم بالقلم والمسطره شكل مثلث وممكن الدايره عن طريق طبق كده صغير، والمربع والمثلث، وهنقص اللي هو القص واللزق. بصوا انا قصاه هنا باشكال اللي هي الاشكال الهندسيه والوان كمان مختلفه، ونبتدي نخلي الطفل يحط يطابق الشكل بالشكل. هو هنا معاه الشكل الصغير وموجود على الكرتون الشكل الكبير، فطبعا يقدر يطابق بسهوله جدا ويتعلم اسم كل شكل هندسي. برضو في شكل تاني للنشاط ان احنا بنقسم الكرتونه كده لاربع اجزاء. طبعا احنا بنعرفه الاول على الاشكال الهندسيه اللي هي البسيطه، يعني اللي هي المربع والمثلث والمستطيل والدايره، وبرده بنفس الشكل هيبتدي يرص الاشكال الهندسيه تحت كل شكل بالظبط. فطبعا هيتعرف على اسماء الاشكال الهندسيه، ممكن نعرفها له كمان بالانجلش او بالعربي. حلو قوي، معانا صور لده كمان. هي هي. طيب تمام. طيب في حاجات بقى بتقوي عند الاطفال الذاكره؟ طبعا في الاطفال تحت سن 12 سنه بيبقى محتاج يتعرف على الارقام، يلمسها، يتعرف عليها عن طريق وسائل ملموسه زي كده. فطبعا ده بيخليه ان هو يستوعب الرقم مش بس شيء مبهم او مجرد، لا احنا بنحول اي معلومه مجرده لوسيله ملموسه علشان يقدر يستوعب المعلومه بشكل اسهل. هنا احنا النشاط ده هيتعلم، ممكن طبعا نمد الكرتون لحد من 1 لحد 10 وبنقسمها برده كده، وبس بالمكعبات نبتدي نعد علشان زي ما بقول لك نحول المعلومه المجرده لشيء ملموس. ان دي مكعبه واحده فهنحطها في رقم 1، وهنا يعد ده 1 وبعدين 2، بس بدل ما نكتب له في الكراسه 1 2 ويبتدي بس ينزل بيهم صف، لا احنا هنا بنخليه يتفاعل مع النشاط، وهكذا ممكن يقعد يعد بالمكعبات لحد رقم 10 بنفس الطريقه دي. حلو كده. حلو قوي. ده بيعلمه العد بشكل بشكل تفاعلي جدا. في كمان معايا نشاط هنا للولاد الكبار شويه، بس ان احنا بنرسم شكل الشوز. هنا النشاط دوت ليه اهداف تانيه غير بس ان احنا بنتعلم ازاي نربط رباط الشوز، بنريح ماما من الكلمه المعتاده ماما اربطي رباط الشوز. دي مهمه قوي قوي قوي. يعني يا ريت كل الامهات تعملها لاولادها عشان ربطه الشوز دي مشكله. دي اداه من ادوات المنسوري فعلا موجوده، بتبقى مصنوعه من الخشب. احنا هنا هنعلمه الاول يلضم الخيط في الاخرام اللي هي اللي انا عاملاها دي. نشاط اللضم دوت مهم جدا للطفل، لان هو بيعلمه برضو بيزود عنده مهارة الانتباه والتركيز. كمان بيستخدم كل النشاط بيستخدم فيها صوابعه اللي هي بتاعت ايده دي، اسمها عضلات ايده الدقيقة، بتخليه بتفرق جدا جدا في خطه بعد كده، وبتخليه يمسك القلم بشكل افضل كتير. فطبعا احنا هنا لضمناها. عايزة اقولك دي من الخطوات الاولى لتعليم الخياطة للاطفال، ان هو يتعلم يلضم كده. وطبعا لما نوصل لهنا خلاص بنعلمه ازاي يعمل رباط الشوز. طبعا ممكن من سن 3 سنين او سن 4 سنين على حسب طبعا قدرات الطفل، لان في اختلاف قدرات الطفل ما بين الطفل التاني. حلو. في اهالي بيستسهلوا ما يجيبوش رباط اصلا، شوز برباط يبقى شوز. ايوه الاسهل. بس احنا برضو لما نعلمه بطريقه بسيطه كده زي ما قلت لك النشاط ليه ابعاد تانيه مختلفه غير ان هو بس بيتعلم رباط الشوز. لما كمان بيحس بالانجاز
ده بيخليه عنده ثقه بنفسه اكتر. وده اللي كنت عايزه اسالك عليه، ان هو برده الالعاب دي بتساعد على الثقه بالنفس. بالظبط جدا. تمام. بتعزز عنده الاستقلاليه وبتزود عنده الثقه بالنفس. كمان هنا الكروت دي انا عملتها برده من الكرتون. دي فكره تطابق. طبعا احنا بس لو شلنا الحاجات دي هنخلي الطفل، بس هنحط له الكارت كده وهو بالستيكس دي يبدا يقارن نفس الاشكال اللي محطوطه ويعمل نفس الشكل الهندسي اللي موجود. فطبعا لعبه هي زي اللي انا قلت لك عليها، ان هي بتزود عنده الانتباه والتركيز وبتعرفه على الاشكال الهندسيه وبتخليه يتفاعل مع النشاط ويتعرف على الالوان. يعني كل نشاط بيبقى ليه ابعاد كتير مختلفه. دي اشكال بسيطه، ممكن لو هو طفل اكبر شويه بنعمل له اشكال يعني شويه معقده اكتر علشان برضو لما يركب. يخلصها يحس بالانجاز. كل دي ادوات والعاب زي ما قلت لك مستوحاه من نظام المنتسوري. لو جينا نشوف ان هي مميزاتها او شروط الالعاب انها ازاي تبقى مستوحاه من نظام المنتسوري، هنلاقيها ان هي قابله للتكرار. يعني مش مجرد مثلا زي الاستيكر كده الطفل لزقه خلاص مش هلعب بيه تاني، لا، هنا مجرد ما احنا بنخلص النشاط ممكن نشيله ونرجع نلعب بيه تاني. كمان لازم اللعبه يكون ليها نهايه عشان زي ما قلت لك الطفل يحس بالانجاز، ده بيعزز عنده الاستقلاليه وبيزود ثقه بالنفس عنده. كمان لازم يكون ليها هدف محدد زي النشاط ده كده. احنا عارفين ان احنا من اول ما ابتدينا ان هو بيقوي عضلات الايد وهيعلمه ازاي يربط رباط الشوز وبيزود عنده تمام الانتباه والتركيز. انا بشكرك جدا. انا يمكن عندي اخر سؤال، اتفضلي. لو ينفع العاب تنفع لتيم ورك، يعني ينفع كذا طفل يلعبوا مع بعض المونتيسوري ولا هو بيبقى دايما لطفل واحد؟ لا، هو الفكره انه بتبقى اللي هي معلمه او اللي هي مسؤوله عن العمليه التعليميه بتبقى مركزه مع طفل واحد ان هو يتقن النشاط. لكن ممكن زي الالعاب دي زي اللي وريتها لك بتاعت الستيكس ممكن ولدين او ثلاثه يلعبوها. مجرد ما بنحط الكارت خلاص يقدر هو كل واحد ينفذ النشاط قدامه وينفذ نفس الشكل الموجود قدامه بالظبط. والسن يبتدوا من امتى تقريبا؟ والسن الانشطه ديت من سن سنتين لثلاث سنين نبدا معاهم بالانشطه دي. بشكرك جدا يا استاذه منى كمال، نورتيني النهارده. شكرا. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. هنروح احنا بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. الفاصل ودلوقتي بقى احنا معانا الحقيقه بطله. البطله دي عندها 17 سنه. البطله دي مرت بظروف صعبه جدا وقدرت تحقق مشروع رائع. احنا معانا النهارده سما تامر 17 سنه. اهلا بيكي، منوراني. انت عامله مشروع تحفه، ولكن عشان توصلي للمشروع ده انت عديتي الاول بمراحل صعبه من وانت عندك 11 سنه. ايوه احكي لنا. عرفت ان انا عندي كانسر وانا عندي 11 سنه. فالاول كانت فتره مش لطيفه خالص عليا، فبدات ان انا ما اكون باخد علاج اخلي فيه الوان في الموضوع عشان اعدي الوقت وكده. فطلعت حاجه اسمها ورشه العلاج بالفن، هناك الناس لطيفه جدا ساعدوني ان انا اخطي اول فتره دي. وبعدين بعد ما خلصت قررت ان انا احول الالوان دي لمهنه. مامي عملت لي سبوت على الالوان ان انا احولها. الورشه دي جوه المستشفى؟ مكان حلو قوي، في ناس كتيره جدا لطيفه بتساعدك ان انت تعدي الوقت ده. حاجه جميله جدا. بس وقعدت حابه ان انا الون لحد ما التشن بتاعتي تخلص. وبعدين مامي عملت لي سبوت ان انا احول الالوان دي لمهنه عشان اساعد الاطفال هناك. وبدات بقى اعمل اكسسوري وعملت البيج بتاعتي. برافو عليكي بجد، يعني انت حاجه بجد قوتك ما كسرتش، بالعكس خلتك تعملي حاجه احسن كمان وتعلمي الناس. احكي لنا بقى بتعلميهم ازاي. بروح لهم الورشه بقعد معاهم الاطفال هناك، في اطفال كتير بتحب الالوان بعمل لهم سبوت برضو ان هم يحولوها لحاجه تانية. وفي ناس كتيره بتيجي تقعد حواليا بقى ونعلمهم، واللي بيتعلموا يلونوا حبه حبه لحد ما بعلمهم واحده واحده. يعني احكي لنا بقى، احكي لنا عن شغلك اللي بيتكلم عن نفسه، يعني بجد حقيقي رائع وجميل والوان وطاقه
تحفه يعني ما شاء الله بجد عاجبني. نجيب بقى عليه علشان نشوف كده بجد حاجه جميله جدا بصراحه. ميرسي. تسلم ايدك لانك فعلا فنانه والحاجه رقيقه ومميزه ويعني في من الكبير للصغير ومقاسات مختلفه وباحجار طبيعيه صح؟ اه احجار كلها طبيعيه. احكي لنا بقى، احكي لنا انت الخامات عباره عن ايه بالظبط؟ في عقيق وفي امازونات وزركون وفي كذا حاجه، وفي عقيق وفي اسمه ايه صدف، في ايه تاني، وفي بليتد جولد وبليتد سيلفر، كلها احجار طبيعيه. انت بتعملي الديزاين بنفسك؟ اه. بترسميه وبعدين بتبتدي؟ بعدين بنفذه ولو ما عجبنيش بغيره. في افكار اللي هي بتاعت البيست فريند اللي هي البنتين دول، كان حد طالبها يعني فعملتها له. يعني بتعملي حاجات بالطلب كده؟ اه في باي اوردر. وفي على صفحتك؟ اه. في اللي هي الجمل اللي هي بتدي زي امل كده، في واحده اسمها هوب، ودي برضو فكره عملتها عشان تدي تحفيز للناس، في ناس بتحب الحاجات دي. وفي اللي هو الهيماتايت ده بيكسر الطاقه السلبيه، فدي حاجه كويسه. انت بتحسي فعلا الاحجار بتساعد؟ اه جميله بصراحه. تمام. طيب احكي لنا انت الحاجه بتاخد وقت قد ايه منك تقريبا؟ في حاجات بتاخد 10 دقايق وحاجات بتاخد يوم، يعني على حسب. بجد؟ يعني ممكن 10 دقايق او يوم؟ اه على حسب الديزاين. على حسب الديزاين والشغل بتاعها. طيب والماتيريال بتجيبيه سهل تجيبيه ولا لا؟ انا بعذب ماما معايا. بتعذبي ماما؟ ربنا يحميها ويخليها لك. هي اللي بتنزل تجيب لي كل حاجه عشان انا ما يعني ما اعرفش اتعامل في الاماكن اللي هي بتروح فيها، وبتقعد تصوري بقى واتساب، لا يا ماما دي مش عاجباني غيريها. فبعذبها معايا كل مره بتنزل تجيب لي ماتيريالز بصراحه. كانت معاها دلوقتي بترص الحاجه. فعلا جميله جميله. احنا معانا صور خلينا نشوفها. انت كمان بتتبرعي بجزء اه من للمستشفيات صح؟ أيوة. علشان تساعدي الناس اللي مرت بالظروف بتاعتك. ايوه بالنسبه للمبيعات بتروح للمستشفيات. وبعدين بقى لي فتره البيج بتاعت المبيعات مش الطف حاجه، فنزلت بازار عشان يعني اعرف اتبرع بكميه اكبر وكده. فانا هنزل اسم البيج بتاعتك النهارده على السوشيال ميديا عندي. استنيك. عشان الناس تخش وتشجعك ان شاء الله. عشان اللي هيشتري من عندها هيبقى هيروح جزء للخير. وفي بنت اسمها ليديا اكرم بتنزلني البازار معاها دايما، سبورتيف جدا ليا وبتساعدني ان انا اتبرع بفلوس اكتر يعني، فانا بحبها جدا ما شاء الله. ربنا يوقف دايما الناس اللي بيساعدوا وبيساندوا كده معاكي دايما يا رب. شايفين شغلها جميله ازاي؟ طبعا التصوير بيبين بقى الحاجه اكتر، فبرافو عليكي ان انت مهتمه برضو بالتصوير علشان الحاجه تبان كده للناس. انا اللي اتعلمت اصور لنفسي بجد. اه يعني انت مش جايبه حد مصور؟ لا الصور دي كلها انا اللي مصوراها، اتعلمت من يوتيوب. برافو بجد تحفه، شاطره جدا ما شاء الله عليك. حابه كده ابقى اجيب فوتوغرافر لما البادجت تسمح. لا وعلى ايه، مش محتاجه بجد خالص. فعلا انت عامله شغل، انا افتكرت فوتوغرافر اللي عامله لك مش انت. انا فعلا لا شاطره جدا. قلت بدل ما اجيب فوتوغرافر دلوقتي الفلوس دي تروح لحد اولى من فوتوغرافر يعني. طبعا اكيد. انت بجد بطله وشايفاكي مثال فظيع لكل الشباب اللي في سنك بجد. حققتي حاجه يعني ما خليتيش الاحباط ياخدك، لا انت بالعكس قواكي وخلاكي تحققي حاجه وبتساعدي غيرك، وفي نفس الوقت مش بس بتساعد من ناحيه الاطفال اللي بتساعدهم، لا كمان الربح للخير بجد. ربنا يوفقك كمان. قولي لي نفسك تحققي كمان؟ نفسي كده البيج تكبر عشان اعرف اساعد ناس اكتر، وان شاء الله حابه كده. وهيبقى اعمل حاجه زي بوكس معايا في الشنطه للناس اللي هقابلها في الشارع لو حبيت ادي حد لو طفل يعني. ان شاء الله يا حبيبتي تحققي دوت. وزي ما قلت انا ان شاء الله هنزل اسم البيج بتاعتك على صفحتي صفحي النهارده علشان كل الناس اللي عايزه تشجعها تخش عليها ان شاء الله. نورتيني. حابه تقولي اي حاجه قبل ما نختم؟ لا ميرسي، بشكرك جدا بجد، نورتيني. بالتوفيق يا رب. بتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا في حلقه النهارده واستفدتوا منها. اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده على الهوا ان شاء الله.